قال الآن، حيث أكد الوزير المنتدب لإصلاح المستشفيات البروفيسور إسماعيل مصباح على هامش زيارة العمل والتفقد لقطاعه في ولاية عنابة، أن هناك إرادة قوية من قبل كل مهنية الصحة ومستخدمي القطاع للنهوض به وتقديم خدمة صحية للمواطن في المستوى، مضيفا في السياق ذاته بأن يكون لقاءات تشاورية مع جميع الشركاء للنهوض بالقطاع، وكذا من خلال نظرة مشتركة، ويستوجب أن تكون ميدانيا للوقوف على عدة نقائص ومعالجتها. التغطية كانت لي مصطفى أو مراسلنا هشام قاسمي. شوف باللي كان ديجا إرادة قوية عند كل المهنيين باش يعني يكونوا على مستوى الثقة اللي راهي فيهم، وعلى المستوى يعني أحسن ممكن من الخدمات. وهذا العيادة اللي هنا في اللي نشوفوها اليوم بالنسبة لنا نموذج لهذا الإصلاح المستشفيات. علاش نموذج؟ لأن أولا توفر كل يعني المحيط اللائم اللي تخلي يعني المريض ولا المواطن كي يجي هنا يكون مرتاح. عندنا تشخيص بدون كما نقول لك سان كومبليزونس على الوضعية، وتشخيص مشترك مع كلنا نعرفوا واش كاين. بصح التشخيص لازم ياخذ بعين الاعتبار ما هما القدرات، ما هو الإيجابيات اللي عندنا، وكاين إيجابيات قوية في هذه البلاد، وما هو النقائص اللي معروف بها ولازم يعني ما نخلي حتى واحدة منها. بعد مرحلة التشاور بعد لازم ندخلوا في مرحلة كيفية إصلاح المستشفيات على تكون اللي تكون عندنا نظرة شاملة ونظرة تانيك، وتكون عندنا تانيك نظرة تانيك نقولوا كما نقولوا فيجون بارتاجي.